تحييد الإدارة عن المسار الانتخابي ضماناً لشفافيتها هو ما حمله المشروع التمهيدي المتعلق باستحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعديل القانون العضوي للانتخابات. نشير إلى أن اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة للمرة الأولى يتم بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى هذه الشخصية الإشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة المستقلة. ولقد تم بموجب مشروع هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارة في المجال الانتخابي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المشروعان يعرضان على الغرفة السفلى للبرلمان للمناقشة في وقت تعالت فيه أصوات تنادي بضرورة إيجاد سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات وتعديل القانون العضوي للانتخابات. نرى اليوم أن هذه القوانين جاءت في وقتها لأن طالبنا بها كثيرا كي نضع حد للتزوير وتكون حاجزا أمام المزورين الذين كانوا يزورون الانتخابات. فجاءت هذه القوانين في عمومها مقبولة ولكن تحتاج بعض التعديلات الجوهرية. لما جاء هذا القانون نحن نثمن ما جاء فيه ووجدنا فيه بعد تفحصه كل النقاط التي من شأنها أن تضمن نزاهة العملية الانتخابية. فبالنسبة للسلطة التي تتولى تنظيم العملية الانتخابية هي سلطة محايدة تتكون من إطارات وكفاءات ولن تكون لها علاقة بأي مسؤول. مشروع القانون المطروح على النواب يحتوي على اقتراحات أبرزها إسقاط شرط 600 توقيع للمنتخبين والاكتفاء ب 50,000 توقيع فردي من 25 ولاية إضافة إلى تعديلات أخرى لإضفاء شفافية أكثر على العملية الانتخابية. فيما يتعلق بتتميم قانون الانتخابات فإنه جاء بالتبعية يتماشى والقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات. بعد مشاورات قادتها هيئة الوساطة والحوار مع مختلف الأحزاب وفاعلين في المجتمع المدني رفعت مخرجاتها إلى رئاسة الجمهورية توجت بمصادقة مجلس الوزراء الأخير في انتظار تصديق البرلمان بغرفتيها.